السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي قناة معلومة مفيدة. إذا كنت من المتابعين الجدد أرجو منك الاشتراك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب على الاشتراك أو سبسكرايب. وأتمنى أن حضراتكم عمل لايك المتين للفيديو ليصل لأكثر من شخص، وأتمنى أن تتفاعل معي في التعليقات آراءكم حول الفيديو، وشكرا لكم جزيل الشكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى الشعب المغربي الجميل ما يزعلش مني. أنا آسف تأخرت عليكم في عمل فيديو عن ترتيب الدوري المغربي في الأسبوع 16. الأسبوع بدأ يوم الجمعة 14/2/2020، الجولة 16 كان في مباراة يوم الجمعة بين اتحاد طنجة والفتح الرباط، انتهت بفوز اتحاد طنجة 2-1، ومولودية وجدة فاز على سريع وادي زم 1-0. يوم السبت كان في مباراة بين الوداد والدفاع الحسن الجديدي، فاز الدفاع الحسن الجديدي 1-0 على الوداد الرياضي. نهضة بركان تعادل مع حسنية أغادير 1-1. بالنسبة ليوم الأحد كان عندنا مباراة نهضة الزمامرة مع يوسفية برشيد، انتهت بفوز النهضة 3-2. الجيش الملكي فاز 2-1 على المغرب التطوين. لحد هنا المباريات كانت تمام. يوم الثلاث اللي هو أنا دلوقتي بسجل يوم الاثنين، يوم الثلاث 18/2 أولمبيك خريبكة يلعب مع أولمبيك أسفي الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، الساعة 5 مساء بتوقيت المغرب. ويوم الخميس إن شاء الله 20/2 في مباراة بين رجاء بني ملال والرجاء البيضاوي، اخر مباراه في الجوله 16 الساعه 6 مساء بتوقيت القاهره، الساعه 5 مساء بتوقيت المغرب. خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري بعد نهايه مباراه الجيش الملكي وفوزها او فوزه على المغرب التطوان، ترتيب الفرق وكذلك ترتيب الهدافين. بالنسبه لترتيب جدول الدوري المغربي، في المركز الاول الوداد الرياضي ب 33 نقطه، في المركز الثاني نهضه بركان ب 31 نقطة، مولودية وجدة في المركز الثالث ب 30 نقطة، الجيش الملكي في المركز الرابع 28 نقطة، الرجاء الرياضي في المركز الخامس ب 25 نقطة، الدفاع الحسن الجديدي في المركز السادس 23 نقطة، الفتح الرباطي في المركز السابع 23 نقطة، المغرب التطواني في المركز الثامن ب 21 نقطة، نهضة الزمامرة في المركز التاسع ب 20 نقطة، أولمبيك أسفي في المركز العاشر ب 18 نقطة، يوسفية برشيد في المركز الحادي عشر ب 18 نقطة، سريع وادي زم في المركز الثاني عشر ب 17 نقطة، وحسنية غدير في المركز الثالث عشر ب 16 نقطة، أولمبيك خريبكة في المركز الرابع عشر ب 15 نقطة، واتحاد طنجة في المركز الخامس عشر ب 14 نقطة، ورجاء بني ملال في المركز السادس عشر ب 3 نقاط. خلينا نشوف ترتيب الهدافين. عذرا. بالنسبه لترتيب الهدافين ياتي في المركز الاول رضا هجهوج لاعب اولمبيك خريبكة بتسعة اهداف، المركز الثاني اسماعيل خافي لاعب مولوديه وجده بثمان اهداف، المركز الثالث جوسيف كنادو لاعب الجيش الملكي بسبعة اهداف، وفي المركز الرابع بين ميلانغو لاعب الرجاء الرياضي بستة اهداف، ومعه كريم البركاوي لاعب حسنيه اكادير، وايوب لكحل لاعب المغرب التضواني في المركز الخامس بخمسة اهداف، وياتي معه كازادي كاسينجو لاعب الوداد الرياضي ايضا بخمس اهداف، وايضا معهم وليد الصبار لاعب اولمبيك اسفي، وزكريا فاتي لاعب يوسفيه برشيد. المركز السادس عبدو تشابو لاعب نهضه الزمامره باربع اهداف، وابراهيم البحريوي لاعب سريع وادي زم، وابراهيم البحري لاعب نهضه الزمامره، وحميد احداد لاعب الرجاء الرياضي، وعماد الرحولي لاعب الجيش الملكي، وجيان كومبوس لاعب الفتح الرباطي، ومحمد عزيز لاعب نهضة بركان، ونبيل حادي او نبيل الجادي لاعب مولودية وجدة، ونوح وائل لاعب مولودية وجدة، وسيمون مصوفة لاعب الدفاع الحسني الجديدي، وايضا ياسين ذهبي لاعب الدفاع الحسني الجديدي برصيد اربع اهداف في المركز السادس. شكرا لكم جزيل الشكر على حسن المتابعة، كان معكم محمد نور الدين من قناة معلومة مفيدة، قدمنا لكم ترتيب فرق الدوري المغربي وترتيب الهدافين ونتائج مباريات حتى مباراة الجيش الملكي الذي فاز فيها 2-1 على الفريق الآخر. كان معكم محمد نور الدين، لو عجبك الفيديو ما تدخلش علينا الاشتراك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب على الاشتراك أو سبسكرايب، وأنا أراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي قناة معلومة مفيدة. إذا كنت من المتابعين الجدد أرجو منك الاشتراك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب على الاشتراك أو سبسكرايب. وأتمنى أن حضراتكم عمل لايك المتين للفيديو ليصل لأكثر من شخص، وأتمنى أن تتفاعل معي في التعليقات آراءكم حول الفيديو، وشكرا لكم جزيل الشكر.